بين النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان استمرار مبادرة الرئيس مسعود بارزاني لحل حالة الأزمة السياسية وتقريب وجهات النظر ما بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، مشيرا إلى أن ذلك يمثل بداية لحل جميع المشاكل السياسية العالقة في البلاد. مبادرة فخامة الرئيس البارزاني التي هي مستمرة لحد الآن، السجالات والنقاشات ما بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني واللجان تشكلت، والاستمرارية في السجالات والحوارات والمحاولة لحل جميع المشاكل والعراقيل أو خلاف وجهات النظر ما بين الجانبين، سوف يكون لها تأثير إيجابي على مجمل العملية السياسية أو جميع المشاركين في العملية السياسية. وأرى أنا في قادم الأيام سوف تكون هناك خطوات إيجابية حتى ما بين الأخوة في الشيعة، الأخوة في البيت الشيعي، وكذلك جميع حتى المستقلين. مساء أمس كان هناك وفد من الأخوة المستقلين لزيارة فخامة الرئيس مسعود البارزاني والالتقاء بحكومة الإقليم بفخامة الرئيس وطرح مبادرتهم. وأرى أننا مقبلون على الكثير من الخطوات الإيجابية لحل حالة جميع المشاكل والعراقيل التي تواجهها العملية السياسية، وأرى أن ما نحن عليه من سجالات ونقاشات في إقليم كردستان سوف يكون لها تأثير إيجابي على مجمل النقاشات والحوارات وما هو موجود من خلافات في ما بين المشاركين في العملية السياسية.